Merci beaucoup. ثلاثة شخص من العالم العربي تعرف على بعضهم بأمريكا بسبب الدراسة اللي جمعتهم هنيك، وقرروا يجتمعوا سوا ويكتبوا كتاب تحت اسم Revolution by Love. كل واحد منهم بهالكتاب خبر قصته الشخصية والوطنية حتى يفرجوا العالم الأجمع عن اندفاع الشباب بالوطن العربي. تفاصيل أكثر عن هالكتاب مع إحدى الكتاب دالا خندور. بونسوار دالا، اهلا وسهلا فيك، تفضلي. مساء الخير دالا. اهلا فيك. بونسوار. ريفولوشن باي لوف؟ نعم. باي لوف. الثورة النابعة عن الحب. يعني هو الحب، نحن بنؤمن انه الحب وقت بيخليك اندفاع، يعطيك اندفاع وقت كل شيء حواليك مش ماشي. وبالعالم العربي في عندنا كثير من هالامور هاي، ونحن 13 شخص من العالم العربي حاب يحكي عن حكايته الشخصيه وعن نشاطه بالرغم من اللي عم بيصير حواليه. وبفتكر اللي مروا قبل يونغ اتشيفرز هن هول ريفولوشن باي لوف اللي عم نحكي عنهم كمان. واو، ريفولوشن باي لوف. عم نحكي عن الريفولوشن، الثوره العربيه، عم نحكي عن الربيع العربي ولا لا؟ نحن عم نحكي عن ثورة ذاتية وشخصية. نحن عم نحكي عن الاثنين، لأنه ب 13 الكتاب هن في بعض منهم يعني من العالم العربي اللي مرقوا بالثورة، يعني مصر، ليبيا، تونس، والبعض ما مرقوا منها لبنان وفلسطين، ففي بعض ما مرقوا منها لا، بس في قصة شخصية مثل لايف كول خلتهم هن يصيروا ناشطين بالمجتمع المدني، ومن بعده يعني هذا بيدل على التزامهم بالوطن. جورج حرب، قريت الكتاب؟ ايه صراحة هلأ وصل الكتاب، نحن وناطرين تصوير الحلقة، يعني قبل بساعتين من الحلقة اللي قدرت أعملته هو قريت الشق المتعلق بدالا، يعني اللي الشقفة اللي كتبتها دالا، وفي الفشت هديك مزبوط في وحدات شاركوا بالربيع العربي وحدات لا، وهي منهم دالا كان الشق اللي كتبته هو ترشحها على انتخابات البلدية ببيروت. صح. من فردة كمستقلة بعز ومعركة المحادل إذا بدك. صحيح. وكان سكورة كتير عالي، وحبيت الطريقة اللي شرحت فيها والنظرة اللي فرجيت فيها الموضوع. سؤال كتير سريع، شو كان الموتيفاسيون تبعك تقررتي؟ ما بدي استعمل كلمة يعني كيف واحد بيقوله بالعربي الدارج تيس، يعني اصريتي انك بدك تواجهي بمعركة، هل تتغيري مثل ما عادة بينزلوا بمعركة تيغيروا شيء موجود، ولا تتخلي او تحافظي على الموجود؟ يعني بدك عندك بروجرام بدك تغيريه، ولا بدك تخلي بيروت مثل ما هي لانه الدايفرسيتي اللي فيها كنت مفكره انه عم بتزيد؟ بفتكر الاثنين، انا اشتغلت على الاثنين. هو وقتها كنت ناطره، انا بعرف انه البلديه اهم فيها انه بتغير حياه العالم والمواطنين، فانا قلت لحالي ناطره مين بده يكون فيه. بس قبل بجمعتين ما كنا عارفين مين نازل، يعني حطوا لنا بيروت وبعرف شو، انه كنت بدي اعرف مين بده ينزل ومين بده يغير وجه مدينتي لست سنين. فقلت لحالي ما حدا نازل، لا انا عندي برنامج لمدينتي وبدي اقدمه ودم جديد ولازم نحن نعمل شيء، لانه اخر شيء البلديه تنميه. مزبوط بتفكري تنزلي على الانتخابات النيابيه كمان ولا؟ صحيح، انا مش هلا ب 2017 بامن انه لازم الشباب والصبايا يكونوا كلهم مندفعين حتى نقدم. هلا عجب بدهم حدا على الانتخابات للصبايا، العالم بتسمعوا لحدا جديد منه بكادر معين تحت امبريلا معين البلديات. تستغرب لي انه وقتها كنت انزل على الطريق، انا كنت عم بعمل وان وومن كامبين، يعني انزل واحكي الناس. فوقتها شفت على الطريق بالعكس انه انا جبت 1500 صوت، يعني كنت رقم 75 اللي ما ربحوا، كنت عارفه ما حاربح، بس انا كان بدي اعطي موقف وستيتمنت انه لا نحن في تغيير وفي امل. فانا وقتها كنت انزل على الطريق الناس يحكوني وحس انه لا التمس التغيير انه من وراهون أكيد. ومن وراهون انا اكيد انه رح يجي التغيير، بس بده صبر وبدنا كلنا نشتغل سوا، مش واحد ايد واحد بتزق. لا اكيد، واللي بعمرك واللي مثلك هن اللي برهنوا نجاحهم. استقبلنا سابقا رئيس بلديات، رئيسين بلديه اكان بجبال او باهدن، اثنيناتهم شباب وجان، واثنيناتهم عم ببدعوا ببلدياتهم، فبالتالي ليش لا. دالا كيف التقيتوا بامريكا؟ بتقولي 13 كاتب وكاتب التقوا بامريكا، كيف
كيف كنا عم ندرس بسيراكوز يونيفرسيتي بماكسويل سكول اللي هي متخصصه بالبابليك ادمنستريشن، وكنا 20 شخص من العالم العربي، وكنا دائما يعني عم نشتغل بابليك ادمنستريشن وحقوق انسان وهيك، فبتحس كان في اندفاع معين. نعم. فجينا قلنا رح انا ليه ما بنكتب كتاب نعبر عن هول القصص الصغيره ورا القصه الكبيره او ورا التاريخ، عشان هيك كان بالانجليزي حتى نحكي العالم الغربي والعربي بنفس الوقت. الببلشر نيو سيتي كوميونيتي بريس بفيلادلفيا، وبوجه له تحيه لانه قبل ما نكتب او قبل ما نكتب جمله هو قالنا انا رح انشركم وما في اي مشكله ابدا. رح يصير عنده انتشار عالمي يعني؟ اكيد. نحن عملنا بوك سايننج بلندن بسواس ب 17 بماي ايار، وهلا ببيروت، وكل كتاب من الكتاب عم بيعملوا بلندن. كم شخص من لبنان؟ في بس انا من لبنان، بس انت من لبنان. الباقي كلهم من العالم العربي، يعني من الجزائر، مغرب، تونس، ليبيا. مصر، ما بدي انسى حدا، بحرين. ريما نجار، دارا انا كثير حبيت انه عندك كثير حيويه، بدك تغيري، ويور سو اكتف، يعني من بدك تنزلي على الانتخابات وبدك تكتبي كتاب وتاني شيء عن جد full of energy. وحبيت ال contradiction بين revolution وبين love، إنه نحنا وقت نقول revolution دغري بنفكر حرب وقتل وإجرام، بس عم تزيدها بلوف اللي هي كلمة كتير حلوة وكتير ناعمة، إنه فيها نوصل لحل من خلال الحب. بقى لايك حلو كتير. واو، يعني ريما اخر حلقتين قلعت. انا رح كمل على ريما ورح علق على اسم الكتاب ريفولوشن باي لاف. انا بفكر انه الحب هو اقوى سلاح، صح. وهيك بعيش وكثير مرتاحه بحياتي، وبعتقد الحب هو اللي بخلينا نصمد، مش هيك نقدر نعمل اكثر شيء ريفولوشن. سو بيج بيج لايك. حلو كثير. اقوى سلاح الحب. انت لبسه متريس بس هذا من وراء الوضع الامني يعني اللي بيستوي. استاذ جورج ماتر دالا، بدي اول شيء بيطلع لك معي اول thumbs up، لانه على شخصيتك وعلى اندفاعك وعلى وجهك القريب للقلب. اثنين، ثاني thumbs up لانه المبادره اللي عملتي فيها مبادره بدها شجاعه، وعن جد يعني بدها مرجله وبدها تعب ونزله على الارض. برافو كمان. وتو thumbs up كيف حطيتيها بالكتاب وكيف عم تنقليها للعالم، وتامز اب بياخذوا من رولا كمان هيك اخراني. تحية كثير كبيرة من متر لمتر. متر قاعدة. دالا انا كثير حبيت شخصيتك، شخص كثير قريب على القلب. انا بتمنى لك تكملي، مش توقفي على هيدا الكتاب، تعملي عندنا كثير حديث حكيناه من تحت تحت الهواء. فينا نحكي في موضوع كثير كبير عن النساء وعن الرجال وعن العلاقات. عندك فيسبوك، انستغرام، بحبك الشباب كثير. وبتمنى لك كل التوفيق، واكيد اكيد لبنان بحاجه لحدا مثلك حتى على الارض بالانتخابات. مثلك انتبه مش غلط، لبنان بحاجه لحدا مثلك ولحدا مثلك. هيدا في الاتحاد قوة، النساء مع بعضهم اجتمعوا بسؤال مع بعض. شو قال لي رأس؟ لحظة مهضومة هيدا. هل واحدة تكتب واحدة تقرا؟ منيحة، فوز ولا رأس يا عمي؟ لا لا، أنا بدي لك برافو لهالفكرة الحلوة. بداية قبل ما يكون المحتوى الكتاب حلو، الفكرة هي إنه تجمعوا بعضكم وتكتبوا هذا الشيء وتنشروه بأمريكا. هو أحلى شيء تقدروا تنشروا الوعي وتنشروا الثقافة العربية لكل البلدان ولكل العالم اللي عندهم ولا بد فكرة بشعة عن الأجواء بالوطن العربي، تقدروا تفسرون لا في ناس مثقفين، في ناس، في كتاب من الوطن العربي بيقدروا يعطوا أحلى صورة وبيقدروا يكتبوا أحلى ما عندهم. مشان هيك بدي أقول لك برافو على غندور، وشكرا كثير لوجودك معنا. ثانك يو. بس طولنا عليك النظرة، بس كيف كانت النظرة؟ جنة. كيف كانت الحلقة؟ كنا بنشوف كمان بنبسط فيها. بس تقول للمشاهدين تغلبلتي بالوقت، نحن قلنا لك على الخمسة على بكرة، جيت على الخمسة بعد الظهر. جيت على الأربعة. يلا.